موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية شابا خلال عملية اقتحام لعدة أحياء وسط وشمال القدس المحتلة، حيث داهمت عددا من منازل المواطنين وسلمت عائلتين مقدسيتين أمرا بإخلاء محتويات منزليهما تمهيدا لهدمهما صباح اليوم الأحد بحجة البناء دون ترخيص. وفي السياق، ثبتت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر قرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحق 5 أسرى هم عبد الرحمن حماد وأسامة دعيس وجمعة الجوجو وأحمد الهريمي وأحمد مرعي. أكد مجلس الوزراء أن المستحقات المالية لموظفي القطاع العام سيتم صرفها بشكل كامل حال استلام عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة من الجانب الإسرائيلي. جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم بوزارة حكومة الوفاق الوطني قبيل توجههم إلى غزة. ونشرت وكالة وطن للأنباء تحقيقا استقصائيا بعنوان وادي السم والسمن، حيث يكشف التحقيق خلاله قرارا حكوميا يسمح بمعالجة صامتة لمياه مجاري مستوطني مدينة الخليل. أصيب صباح اليوم 6 مواطنين في حادث تصادم مركبتين في قرية برطعة جنوب غرب جنين. وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر محمود السعدي أن الطواقم نقلت المصابين إلى إحدى مستشفيات جنين لإتمام علاجهم، حيث وصفت إصاباتهم بالطفيفة والمتوسطة. إلى حالة الطقس، حيث يكون الجو غدا الاثنين صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 إلى 7 درجات مئوية. نهاية الموجز، في أمان الله.